السلام عليكم. في البداية أنا بشكر الدكتور أستاذ دكتور غد عبد الرحمن والدكتورة غادة الصغير والدكتور خالد يوسف عشان اللي دعوتي للمشاركة في هذا المؤتمر. ونبتدي بليبتس سيمبوزيوم رول اوف دابا فيلدكتر ان تايب 2 دايابيتس اند بيوند. هيكلمنا عن دكتور بروفيسور دكتور خالد يوسف سوهاج تيتشنج هوسبيتال. الحقيقه غني عن التعريف طبعا وضلع في الثلاثي بتاع الجمعيه المصريه للثيرويد. شكرا دكتوره فاطمه. طبعا احيي صمودكم في نهايه اليوم النهارده، ولكن اوعدكم المحاضره بتاعتي بسيطه سهله وسريعه. ليتس ستارت. دكتور ميدي ما ينفعش اتكلم قدامه قبل ما ارحب بيه. يا اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. Why we manage type 2 diabetes mellitus? Is just to symptoms relief or just to protect the heart and the kidney? Actually, we should treat symptoms and at the same time, for every type 2 diabetes mellitus, we should protect the heart and the kidney. الطفرة اللي حصلت في السكر ما حصلتش إلا مع الـ SGLT2 inhibitor. من أول ما ظهر أول دواء سكر just to restrict the carbohydrate. لحد النهاردة ما فيش طفرة حصلت إلا من خلال SGLT2 inhibitor. GLP-1 receptor analog ساعة ما ظهر كان one of diabetes الأدوية اللي بتغير disease modifying anti-diabetic medication. ولكن المشكلة الأساسية الكوست injectable a lot of factors خليته ناس كتير ما تسمعش بيه. ال SGLT2 inhibitor مسك العصا من النص protection and efficacy وسعر مش غالي. Let's start from the beginning. مشكلة السكر مهولة. لازم نبص ان في منطقة المينا ريجون متوقع بعد 20 سنة ارقام السكر تتضاعف. ارقام السكر متوقع الرقم يزيد بمقدار 130%. معظم الدول العالم اراوند 13 15 20 25% انكريز في البريفالنس اوف تايب 2 دايابيتس ميليس. ولكن المشكله عندنا في مصر احنا عندنا 10 مليون دايابيتك متوقع بعد 20 سنه الرقم ده يتضاعف ما لم تكن هناك حياه ثانيه. عشان كده احنا في مصر للاسف احنا واخدين المرتبه رقم 10 وورلد وايد في البريفالنس اوف دايابيتس. متوقع للاسف ناخد مستوى اسوا ليتر اون. الخبر الحلو في القصه دي كلها اخبار وحشه. الخبر الحلو ليجاسي فاكت. كل ما تمانج تايب 2 دايابيتس ميليتس بروبابلي فروم ذا ستارت رايح تاخد بينيفيتس ليتر اون. البعبع بتاعنا في السكر هو المايكروفاسكولار كومبليكيشنز نيفروباسي اند كارديوفاسكولار مورتاليتي. السبب الرئيسي في مشاكل السكر في علاجنا للسكر ان بنعمل مؤتمرات في السكر تو بروتكت ذا كيدني اند ذا هارت. كل الدراسات بلا استثناء قالت ان لو عالجت المريض بتاعي صح من الاول وي ويل بروتكت ذا كيدني اند ذا هارت اند اول كومبليكيشنز والاكثر اهميه ويل ديكريز المورتاليتي. عشان كده لازم كلنا نتعود كل ما نشوف عيان افكر اختار له الدواء ايه. اليوكيبيدس علمتنا ان 1% ريدكشن في هيموجلوبين 1 سي ويل بروتكت ذا كيدني اند ذا هارت اند ستروك اند سو اون. كل المورتاليتي والكوموربيديتي بتتحسن. وبالطبع الكومبينيشن اوف دابا جليفلوزين بلس ميتفورمين رايح يحصل على مزايا كتير. ليتس ستارت باي ا ريال كيس برزنتيشن. وممكن لو حد حب يعلق على الحاله تز ويلكم. زغلول اللي عنده 45 سنه تايب 2 دايابيتس ميليتس من 10 سنين هايبرتنسيف من 5 سنين اند سموكر. دايما الحياه الوحشه بتيجي مع بعض. العيان ده مش كده وبس اوريدي ماشي على جود ميديكيشن بس البودي ماس اندكس 23 اوبيز بلاد بريشر نوت كنترول الاي سي جي نورمال هيموجلوبين 1 سي 9.5 فاستنج از الفيتد بوست برانديال اوت اوف ذا رينج. لو بصينا على الادويه اللي بياخدها كانديسرتين اند هيدروكلوروسازايد ان ابروبر دوز ميتفورمين 1000 ملي جرام توايس ديلي ذا ماكسيمم ريكومندد دوز سيتاجليبتين 100 ملي جرام وانس ديلي دوز ذا ماكسيمم ريكومندد دوز اند اكليكلازايد 30 ملي جرام. انا مش عارف ليه الشركه كاتبه داي مايكرون ليبتس يعدلوا القصه دي المره الجايه. اكليكلازايد 30 ملي جرام
ودي طبعا الماكسيمم ريكومندد دوز 120 ملي جرام. ايه رايكم في العيان بتاعنا؟ الاطف ريسك فاكت دايابيتس لوحده، هايبرتينشن، ما ننساش الديسليبيديميا لو اتعمل له ليبيد بروفايل، نون فاستنج ليبيد بروفايل، سموكر اند اوبيزيتي، الاطف ريسك فاكتور. هاو تو مانج اند هاو تو بروتكت ذيس بيشنت. ايه رايكم لو حد حب يعلق على الحاله؟ بالطبع مع ليبتس رايح اكتب دابا فيلداكتين، ولكن اكيد لنا راي مختلف. ايه رايكم لو حد يحب يعلق ولا اكمل؟ الوقت بتاعي 10 لسه قدامنا كتير. بالطبع الوت اوف ريسك فاكتور العيان ده هاي ريسك، عشان كده لازم نتوقع ان رايح اضيف اس جي تي انهبيتور اول جي ال بي 1 ريسبتور انالوج انجكتابل ثيرابي فيرسس اورال ثيرابي. بس ما ننساش القصه بتاعت الاس جي تي انهبيتور بروتكت ذا كيدني في العيانين الهاي ريسك. يعني ان جنرال بوبوليشن ما تتوقعش الاس جي تي انهبيتور هاز ا جود ايفيدنس. الادويه اللي بتعمل بروتكشن كل الدراسات الاساسيه بتاعتها في الهاي ريسك بيشن، عشان كده العيان ده مؤكد محتاج اس جي ال تي انهبيتور لوحده. استحاله اس جي ال تي انهبيتور يعمل ريدكشن للهيموجلوبين واسي 9.5 للتارجت بتاعنا اللي متوقعه في عيان عنده 45 سنه، انا عايزه اراوند 6.5. عشان كده متوقع السلفونيل يوريا محتاج ازودها، يعني ما ينفعش ماشي على كليكلازايد 30 واقول خلاص انا رايح اكتب دابا فيلداكتين والعيان يمشي عليه ويظبط الديديات. صعب دواء سكر واحد ينزل الهيموجلوبين 1 سي من 9.5 لكده. عشان كده اليوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي الجايد لاينز اللي نازله السنه اللي فاتت في المانجمنت اوف دايابيتس بدات تحط لي الادويه بتاعتنا احنا كلنا بلا استثناء. ما حدش كان يتجرأ يقول فيرست لاين شويس في الانتي دايابيتك ميديكيشن الا ميتفورمين. اي حد يقول دواء تاني استحاله تقبل القصه دي، ولكن من عده سنوات بدات القصه تختلف. لازم اعمل ريسك ستراتيفيكيشن زي ما بنتعلم من الدكتور مهيدي في المحاضرات بتاعته كلها، وبناء على الريسك ستراتيفيكيشن اقرر الفيرست شويس بتاعي ايه. عشان كده في كل الجايد لاينز الاخيره بتتكلم الفيرست شويس في العيانين الهاي ريسك الاسير سكروت كارديو فاسكولار ديزيز او هاي ريسك فور اسير سكروت كارديو فاسكولار ديزيز او كرونيك كيدني ديزيز لازم يكون اس جي ال تي انهبيتور اور جي ال بي 1 ريسبتور انالوج في بعض الاحيان. الاس جي ال تي انهبيتور على مستوى الهايبوجلايسيميا ما لهاش هايبوجلايسيميك افكت وده ميزه. على مستوى الويت ريديوس ويت وده ميزه. على مستوى الرينال رينو بروتكتف. على مستوى الجي اي تي ما لهاش سايد افكت زي الميتفورم. على مستوى الكاردياك كارديو بروتكتف. على مستوى البون نيوترال وما فيش ريليشن للدي كي اي الا لو كتبتها في عيان تايب 1. عشان كده ما حدش يفكر يكتب اس جي تي انهبيتور لتايب 1 ايفن اف ذا بيشنت هاي ريسك، لان احتماليه الايوجلايسيميك دي كي ايه تبقى عاليه كتير. الميكانيزم اوف اكشن اوف اس جي تي انهبيتور مش مهم كتير بالنسبه لي، بس هي في النهايه ما بتعمليش ريدكشن للبلاد شوجر لوحده. ريدكشن للبلاد شوجر بتعمل ريدكشن للويت، بتعمل ريدكشن للبلاد بريشر، والاكثر اهميه وات بيوند ذيس افكت بروتكشن، بتقلل مورتاليتي، وده المطلوب في دواء السكر. مش رايح اتكلم على الترايلز لان كلنا عارفين ان الاس جي ال تي انهبيتور از ا كلاس افكت ويل ريديوس الميجر ادفيرس كارديوفاسكولار اوت كام ويل ريديوس هوسبيتاليزيشن اوف هارت فيلر. كل الكارديولوجيست دلوقتي البونبونايه بتاعتهم هي الاس جي ال تي انهبيتور، لان في النهايه بيجي له عيان هارت فيلر كتب له ايس كتب له او اي ار بيز كتب له دايوريتك، العيان في النهايه مش متحسن، ايه الخيار بالنسبه له؟ لجي قصه الاس جي ال تي انهبيتور بتقلل هوسبيتاليزيشن اوف هارت فيلير 40% تقريبا، بتقلل اول كوز مورتالتي 41%، ما فيش احسن من كده. عشان كده النايس جايد لاين اخر نايس جايد لاين في 22 قسمت لي الكلام المتفقين عليه. اي عيان تايب 2 دايابيتس من ليزس دخل لي بالباب بعد ما تشخصه اعمل له ريسك ستراتيفيكيشن، اتعلمنا اعمل الكارديولوجيست. عيان هاي ريسك او عنده اسيوس كارديو فاسكولار ديزيز ايا كانت، بليز اس جي ال تي انهبيتور لازم تكون رقم واحد مع الميتفورمين، لان النايس في النهايه بتبص على البرايس رقم واحد. فحط الميتفورمين وبعد اسبوع اسبوعين عيان كان توليريت ميتفورمين ضيف له اس جي ال تي انهبيتور، وفي نفس الوقت لو دخل في اي اثير سكروت كارديو فاسكولار ديزيز في اي وقت لازم اضيف اس جي ال تي انهبيتور. الامريكان دايابيتس اسوشيشن كلنا عارفينها نفس القصه، الريسك ستراتيفيكيشن مانداتوري فور اني بيشنت فور اوف تايب 2 دايابيتس ميليتس. العيان هاي ريسك
عنده أثيروسكلروتيك كارديو فاسكولار ديزيز، عيان هارت فيلير، عيان كرونيك كيدني ديزيز، ده لازم ياخد واحد من اتنين، اس جي تي تون هيبتون للثلاثه كاتيجوريز او جي ال بي 1 ريسبتور انالوج. لو الاس جي تي تون هيبتون ما نفعش او معاه او مكانه في حاله الأثيروسكلروتيك كارديو فاسكولار ديزيز والكرونيك كيدني ديزيز، لو العيان كان نوت توليريت الاس جي تي تون هيبتون. هارت فيلير ما عنديش خيار الا الاس جي تي تون هيبتون. اما الاثيروسكلروتيك الخيارين متاحين بالنسبه لي، بس لازم ناخد في الحسبان تكلفه الجي ال بي 1. لو ببص على افيكاس، لو ببص على ويت، ببص على ويت ريدكشن، الاس جي تي هيبتون من الخيارات الرائعه. نفس القصه في الامريكان اسوشيشن فور كلينيكال اندوكرينولوجيز، نفس التفصيل، عيان اثيروسكلروتيك لازم ياخد جي ال بي 1 اور اس جي تي هيبتون، عيان هارت فيلر لازم ياخد اس جي تي هيبتون ان سو اون. ليتس جو تو ذا انذر كيس. مستر سعيد اللي عنده 65 سنه، تايب 2 دايابيتس ميليتس اند هايبرتنشن، ذا سيم كاتيجوري، ماشي على ميتفورمين وانس ديلي 1000، سيتاجليبتين وكليكلازايد 30 ملي جرام، والبودي ماس اندكس 28، والبلاد بريشر تو سام اكستنت كنترولد. لو مع لو ما معهوش البيومينياري 130 90 اكسبتبل فور تايب 2 دايابيتس ميليتس، اكسبت الا لو كان كرونيك كيدني ديزيز او البيومينياري. الهيموجلوبين سي 8 عالي، فاستنج بوست برانديال عالي، القلب بتكريتين ريشيو 138. ولو بصينا على السيرم كريات 1:1 كويس مقبول، غير مقبول بالنسبه لنا. ما ينفعش عيان تايب 2 دايابيتس ميليتس داخل العياده من غير ما احسب استيميت الجي اف او، لان العيان اللي شايف له السيرم كريات 1:1 على مستوى المعمل بتاعي نورمال، لو بصيت استيميت الجي اف ار على حسب الوزن بتاعه والقصه دي تلقاه 35. يعني العيان دخل في كرونيك كيدني ديزيز ستيج 3. ستيج 3 لو حطيتها على الالجوريزم ده رايحه لجهه في اللون الاحمر الداكن، فيري هاي ريسك. العيان ده لازم احول نفرولوجيست، لازم العيان ياخد اس جي ال تي تون هيبتون، لازم العيان الريسك فاكتور كلها تتحسن، وما تنساش الاستاتين في العيان ده والعيان اللي فات. الوت اوف ترايلز اتكلمت على الدايبيتك كيدني ديزيز ان نون دايبيتك كيدني ديزيز والرول اوف اس جي تي تون هيبتور في القصه دي، عشان كده الجايد لاينز رايحين الجهه اتغيرت. في النهايه في بالنسبه للكرونيك كيدني ديزيز الاس جي تي تون هيبتور ويل ديكريز الدوبليكيشن اوف سيرم كريات، ويل ديكريز البروجريشن تو اند ستيج رينال ديزيز اند دياليسيس، والاهم ويل ديكريز مورتاليتي، بتحسن مورتاليتي. عشان كده الجايد لاين 2022 و2024 الليتست جايد لاين ريكومند الاس جي تي تون هيبتون بلس ميتفورمين از ذا فيرست لاين ثيرابي ان كرونيك كيدني ديزيز. الاس جي تي تون هيبتون ار ريكومندد فور بيشنت ويز تايب 2 دايابيتس ميليتس ان كرونيك كيدني ديزيز والليفل اوف ايفيدنس عالي. عشان كده الجايد لاين متفقه اي عيان كرونيك كيدني ديزيز دايابيتك كرونيك كيدني ديزيز الفيرست تشويس ميتفورمين لو الجي اف ار اكتر من 30، اوف كورس لو اقل من 30 تيز كونترا انديكيتد، مع الاس جي تي تون هيبتور على حسب الاستيميت الجي اف ار لحد ال 20 مقبول بالنسبه لنا بندي. بعد كده ليتر اون ضيف الدواء الثاني اللي يريحك، ما عنديش مشكله، بس ما تنساش ان في بعض الادويه ممكن الريسك اوف هايبوجلايسيميا عالي فما تفكرش فيها كتير. ده الريكومنديشن للميتفورمين مسموح لحد جي اف ار 30، لو من 45 ل 30 هاف دوز يعني 1 جرام بير دي، لو اكتر من 45 مسموح ب 2 جرام بير دي. والاس جي تي هيبتور ابروفد لحد جي اف ار 20، وبعد كده نضيف الادويه الثانيه جي ال بي 1 ريسبتور انالوج دي بيفور هيبتور، بس ما تنساش ان كل الادويه دي محتاجه دوز ادجستمنت ويز كرونيك كيدني ديزيز سالفونال يوريتيز ديز اند سو اون. نفس الكومباينيشن بتاع الكيدوك جايد لاين ان امريكان دايابيتس اسوشيشن، نفس الكلام بتاعها ان الاس جي تي تون هيبتور هاف ا برايورتي ان ذا مانجمنت اوف كرونيك كيدني ديزيز، بس محتاجين دوز ادجستمنت. ما ننساش ان الدابجليفلوزين از ابروفد اب تو 25 جي اف ار لحد 10 ملي جرام، وبعد كده ات از نوت ريكومندد لو الجي اف ار اقل من 25. الامبا مسموح لحد جي اف ار 20 بدوز 10 ملي جرام، واقل من كده it is not recommended. كان جليفلوزين مسموح لحد ال 30 جي اف ار. يا ترى انا بكتب دواء سكر بس عشان البروتكشن و ريدكشن فور هايبرجلايسيميا؟ اوف كورس يس، بات وي هاف ا لوت اوف اكسترا جلايسيميك بينيفيتس للدابا فيلداكتين بلس، والسعر والسعر مميز بصراحه. في كذا فورما للدابا فيلداكتين بلس، دي دعايه لشركه ليبتس، فورمات مختلفة and thank you.